مساء الخير، اهلا بيكم. النهارده هنعمل ماسك لذيذ ولطيف جدا، هيخلصك من التجاعيد اللي في البشره، كمان هيشد البشره جدا وهيخليها في منتهى الجمال، وكمان هيديها نضاره ولمعه جميله. يلا بينا كده. طبعا مكوناته بسيطه جدا من قلب البيت، بس لو عملناه مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع بجد بيفرق في بشرتنا جدا، وهيبينك اصغر من سنك على الاقل ب 10 15 سنه، وده حلو جدا لشد البشره وكمان منع التجاعيد، وكمان بيفتح البشره ويجعلها نضره طول الوقت. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا يا ريت لايك وشير في الخير، ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه هجيب بوله معايا بالشكل ده، وهضيف فيها المكونات بتاعتي، واول مكون معايا هيكون بيضه كده، وافضل تكون بلدي. بجد بياض البيض حلو جدا جدا لشد البشره ومنع التجاعيد، وفي نفس الوقت كمان بيدي لمعه جميله جدا للبشره. هبدا كده اخد بياض البيض شكل كده، وهبدأ انزل البياض بس الشكل ده كده. انا بحاول انزل البياض بتاع البيض، وطبعا مش هرمي الصفار، هستخدمه في حاجة تانية. طبعا نزل حاجة بسيطة جدا من الصفار، بس مفيش مشكلة. هنزل بس بقية البياض بالشكل ده. كده. وطبعا الصفار البيض ده انا مش هرميه، انا هقولكوا هنستخدمه في ايه، لان بجد حلو جدا ومفيد للبشرة والشعر. بس احنا النهاردة هنستخدم بياض البيض علشان شد البشرة، والناس اللي بتصهر لها دايما تجاعيد حول العين وحول الفم، فتتخلصي من كل ده بالوصفة البسيطة دي. وهبدأ اضيف معلقة كبيرة من عسل النحل، وعسل النحل جميل جدا لشد التجاعيد، وكمان بيفتح البشرة جدا، من الحاجات الجميلة جدا المميزة في البشرة، وهو عسل النحل. كمان بيقتل اي بكتيريا ضاره في البشره، فهو من الحاجات المستحبه للبشره عسل النحل. تقدري كمان ترطبي بيه خام كده للبشره، فهو حلو جدا. باخد كده مش كتير، معلقه من عسل النحل بالشكل ده كده. اضيف كمان حبه وببدا اضيف على المكونات بتاعتي معلقه صغيره من دقيق القرص او دقيق المخبوزات المتوفر عندك تقدري تستخدميه. تمام. وهبدا اقلب كويس جدا لما يبقى معايا قوامه كريمي كده، وهبدا اقلبه. ده بقى سر جمال الكوريين وجمال بشرتهم اللي فيها لمعة ونضارة ملحوظة طول الوقت، فهو ماسك كوري بس جميل جدا. انا ما جربته لقيته في منتهى الجمال، بشد البشرة جدا، بيمنع التجاعيد والخطوط التعبيرية بالشكل ده كده. لازم كده ايه يمتزج كويس جدا علشان اخد منه نتيجة كويسة. مش عارفه اللي نزل هنا ده بقى معايا بالشكل الجميل ده. بصوا القوام بتاعه جميل جدا جدا. وهبدا اخد الماسك بتاعي وافرده على بشره نظيفه لمده نص ساعه. بجد بيشد البشره جدا جدا، تقدري تستخدميه بمناديل على البشره، وتقدري تستخدميه كده زي ما انت تحبي، بس اهم حاجه كده هنفرده على البشره لمده 10 دقائق ينشف شويه، وبعدين هنحط طبقه تانية، وبعد كده هنسيبه لمده نص ساعه واشطفه او اشيل الماسك بالراحه كده.
كمان بيخلصني من الشعر الوبري اللي موجود في البشرة وبيفتح لي البشرة جدا. وهبدأ اشيل الماسك، وطبعا هنضف بشرتي بمية ورد، وبعد كده هرطب بشرتي باي مرطب عندك. مش عايزة اقولك اللوب ماسك ده بيفرق جدا في البشرة بتاعتك، بيفتحها بيديها نضارة ملحوظة، وفي نفس الوقت كمان بيشد التجعيد او بيمنع التجعيد والخطوط التعبيرية حول العين وحول الفم، وكمان بيدي نضارة ملحوظة طول الوقت للبشرة. فهو من الحاجات الجميلة جدا المستحبة، ياريت نستخدمه يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع، بجد بيفرق معاكي جدا وبيبان النتيجة بتاعتها من اول استخدام بفضل الله تعالى. كده وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى اكون فدتكم، لو استفدتوا ولو بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير. بحبكم في الله، مع السلامة.